ما هي الرسائل شيخنا من الآن شباب يحرقون إطارات في الديوانية في السماوة في بغداد شارع فلسطين وإلى آخره من المحافظات؟ ما هي الرسائل اللي يريدون يبعثوها؟ هل هي قضية خاسر ورابح أم أكو قضية أكبر من ذلك؟ أنا أولا أرحب بالدكتور، حياكم الله شيخنا، مبارك لكم، امتداد لفوزكم في هذه المقاعد. إنه فوز الشعب شيخنا، حياكم الله. الله يسلمكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا تعقيبا على كلام الدكتور، المال السياسي كان حاضر، استغلال المناصب كان حاضر. أنا لم أذهب إلى قضية الأحزاب، بس أنا أعبر فد قضية مهمة للدكتور. يقول تزوير نسبة 1 إلى 2% أو اختلاف أو فد كلمة عبرها فوات خبر عنها. أنا أقول اليوم أكو قانون داخل الانتخابات اسمه التخطي. هذا 5% من التخطي، شقد عبرة 5%؟ تدري 5% معناتها فوز تقريبا 130 صوت أو كرسي برلماني حصل على 5%. طيب هاي 5%، هذا وحدة. اثنين، 1,600,000 اللي قلت لك عليها بطاقات الفيش الموجودة أو الأوراق التي سحبت بأن الصندوق غلق بالأشرطة كذا، الأشرطة الموجودة، هذه كلها التي حدثت تسجل إنما موجود داخل المفوضية هنالك تلاعب كبير. تلاعب. أما بخصوص حرق الإطارات وحرقها، قالها الدكتور تعبير ذاتي عن تذمر حالة معنية لأناس يعتبرون نفسهم مظلومين. اليوم المفوضية إحنا علنت نتائج أولية قبل أيام، بعد النتائج طلعت 8,000 صندوق محجوزات أو محجورات، يمكن ما أعرف شنو بيه محجورات، واليوم عنتهم وأكدت أن نفس النتائج. هو هذا الناس إلها صوت، الناس إلها صوت، سووا عدوا فرز جديد يدوي وخلوا تطول في 10-15 يوم، الناس موافقة أن تعدون وتفرزون بإطار صحيح. أكو إرادة تمنع أن نذهب إلى عدوا فرز يدوي؟ خلوا ما أدري، هل السؤال المفوضية؟ المفوضية حسبت 8,000 صندوق جابتها في الجندي المجهول بالساعة 3,000، طبعا 3,600 صح؟ وجابت المراقبين يبعدون المراقبين عن الصناديق 50 متر، كأنه قاعدين هنا ممنوع تدنى وممنوع توصل. أنا حقي، هاي أصواتي أصوات شعبي. وهذا صحيح شيخ؟ مو صحيح؟ لا، إبعادهم عن الصناديق هذا أمر صحيح. جيد، أنا شلون أعرف هذا الكلام صح؟ أستاذ العزيز، ممكن أكو شاشة تعرض هيك وتشوف الأوراق صح دكتور؟ مو هي نعم هي الموجودة. يعني أنا أقول هسه مثلاً في الشاشة مو صعبة على المفوضية، حتى أنا أكون قريب منها. أمين. صح؟ طيب. أنا هذا الصندوق الذي يحسب تطلع الأشرطة، أنا أشوف أباوع صحيح، هاي أصواتي مو أصواتي، هاي كذا، هاي مهمة. أكو قضية أخرى، أكو قضية الأوراق الباطلة، شيء جديد إحنا ما مفتهميها. يعني مجرد أن الورقة يلوحها قضية صبغ، هذا مال البصمه مالتك، لان انت لازم تبصم، هاي تعتبر باطله. لا ما يبصم شيخنا، معذره. لا يبصم، راح اقاطعك بادب هواي اليوم. لا لا عفوا، يبصم شيخنا على انت كلك مؤدب طبعا، لازم عفوا على استماره اخرى مغايره عن السماره. لا 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 عفوا، انا اقول الحبر اللي يصير بايدي انا هسه، هاي مو مشكلتي شيخ. لا لا انا لا لا بس انا الرسائل الان الان ليش ما نذهب الى طرق قانونيه او تطلع القوه وسماها تقليديه؟ انا اقول القوه السياسيه جميعا المشتركه او الخاسره او المتضرره من عمليات التزوير والتلاعب اللي تحدث عنها الشيخ إذ إن وجدت، ليش ما تطلع بموقف؟ أنا كنت أتأمل حقيقة، أي؟ أنا كنت أتأمل من القوة الفائزة أن تطلب هذا الشيء، أن تقول يابا لضمان حقوق الآخرين وبيان صحة الانتخابات، مثل ما تفضل الدكتور عدوا فرز جديد، لأن أنا فائز صح؟ أنا القوة، يقولون الفرسان لها كلمات تبقى في الأذن، هاي هم فائز اليوم يطلع يقول يابا احنا ليش نظلم ذول الناس اللي يدعون بأنهم تزوير أو كذا أو كذا ومغبون حقهم، عدوا فرز قدامهم زين. حتى تكون هاي أنا كنت أتمناها من القوى الفائزة، بس مو معناتها القوى الفائزة تهمش الآخرين وهي بعيدة. يعني مثلا يقول يابا لا هاي هي انتخابات انتهت، كأنه أصرار على فرد قضية بأن هاي انتهت انتخابات وبعد يلا كل واحد يروح لها، وما يصير هذا الكلام. أنا حقي وأنت حقك. زين بس أعطيني هاي حتى أروح للشيخ. أنا. ماذا لو ذهبت المفوضية لعدم إجراء عدو فرز ولم تسمع لا للإطارات لا تشاهد الإطارات المحروقة ولا أصوات الآن المحتجين؟
بالنسبة لي بالنسبة للآن اللي موجودين معترضين وهذا الشيخ أيضا سؤال مشترك. الله يرى ويسمع ويتكلم بعدين كل حد.